اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مع اسبوع قعدنا نتابع السوشيال ميديا وكل اللي بتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا. بحب اوجه لحضراتكم الشكر على الكلمه الحلوه وطيبه الخاطر وجبران الخاطر. يا شيف تمام، تسلم ايدك، الله ينور، شيف مصر الاول. كل الكلام ده بيديني من الروح المعنويه اللي تخليني اذاكر واحضر واجتهد ان احنا في الاخر نعمل حاجه حلوه تعجب حضراتكم. النهارده معانا الفراخ، عايزين نعملها مقرمشه بالسمسم من ضمن الطلبات المطلوبه. يعني الفراخ بتفك مننا الخلطه، الفراخ بتشرب زيت، بيبقى فيه دم ما بين المفاصل بتاعه الفرخه وما بين اللحم بتاعها، ما بتبقاش زي بتاعه بره. كل الكلام ده وكل التفاصيل دي هنجاوب عليها عمل النهارده مع بعض مع جوز فراخ حلوين وزنهم قليل جدا، الوزن لا يتعدى 750 جرام. يفضل الفراخ الصغيره عشان نعملها مع بعض ازاي مقرمشه. ولكن النهارده كمان طبق مكرونه بالبقدونس والزيتون، في علاقه قرابه وتواصل ما بين المكرونه والريحان والزعتر والاوريجانو. انما البقدونس الجميل الحلو اللي هو مفيد طبعا، ازاي نعمله النهارده مع طبق مكرونه مع زيتون مخلي بطريقه الشيف المغازي هتعجب حضراتكم. المانجا بتاعتنا اللطيفه الحلوه اللي احنا يعني بنستمتع بيها والايام الجميله، قبل ما تودعنا بنتسال على السوشيال ميديا شيف مغازي يعني شبعنا من المانجا ناكلها، سواء ناكلها مع فروت سلطة او ان احنا ناكلها شرايح. النهارده هنعمل المانجا مع فطيره الكريب. دايما الكريب بالشوكولا او بالفراوله معروف، ولكن نعمل فطيره الكريب بالمانجا والمانجا اللطيفه الحلوه المسكره دي، ده كلام جديد قوي. هنشوفه مع بعض ازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه، افكار بسيطه سهله لا تتعدى طبعا يعني مصاريف كتيره والكل في متناول الجميع الماتيريال بتاعنا. ولكن مش عايز اطول على حضراتكم، حلو مقاديره على الشاشه بيتكلم مصر لانه معمول بمانجا مصريه، معمول بمانجا مصريه، والمانجا المصرية بتاعتنا لا يعلو عليها مانجا في الدنيا كلها. هو كده، مش أنا اللي بقول كده، كل اللي بياكل مانجا بره يقولك المانجا في مصر لها طعم تاني. هاتلي مانجا معاك وانت جاي، هاتلي بلح زغلول معاك وانت جاي، وهكذا. مانجا، كريم شانتيه، عجينة الكريب، مقادير عجينة الكريب دقيق وبيض وحليب. احنا عدينا المرحلة دي خلاص، عملنا شوية مع بعض، وتعالوا نشوفوا مع بعض نعمله ازاي فطيرة حلوة. واحنا واقفين كده انا سبته للآخر علشان اتسلى فيه، واطفي النار بتاعتي عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه. استغل كده، ما تشغليش الميه على الفاضي والمليان في قلب المطبخ وتفرحي انك انت واقفه في المطبخ، وتشغلي الفرن على الفاضي والمليان وتفرحي انك واقفه في وهكذا. اهو كده انا امنت على النار بتاعتي، ده الطبيعي. النصايح اللي بقولها ديت انا عارف انك انت طبعا ادرى بيها وانك تخافي على حاجتك اكتر مني، ولكن انا بذكرك يعني وجود الميه مفتوحه وانت واقفه مش واخده بالك، خلي بالك كهربتك، البوتاجاز، الغاز، وهكذا، هي متوفره حاجات كتير قوي. كريم شانتيه، عجينه الكريب بتاعتنا، معانا المانجا. تعالوا شوفوا هنعمل الحلو ده مع بعض ازاي لغايه لما مخرجنا يقول لك وقتك خلص يا ابو غازي. اجيب سكينه كده ما عداش عليها لا توم ولا بصل، واغير الجلافز بتاع ايدي مهم جدا علشان ما يكرفش معايا، ونشتغل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب الكسرولة الحلوة دي كده، اللهم صل على النبي. تعالي يا بيضة، والسكينة بتاعتنا فين؟ أهي زي الفل، واحد واثنين، حلوة أوي، تمام. السكين دي علشان أشتغل بيها وأنا شغال. طيب، أول حاجة هعملها هاخد شوية كريم شانتيه أحطهم فين؟ في قلب التورتاية بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كريم شانتيه، عارفينه بيتعمل ازاي، بنجيب منه البودر او علبة الكريمة العادية، وبعد كده بنضربها نخفقها بالمضرب مع حليب مثلج اذا كان بودر، واذا كانت كريمة سائلة عادية مع سكر بودر، وبيطلع معانا الكريم شانتيه. نزلت انا بشوية كده زي الفل، اخد المانجا الحلوة دي كده، احب انا امسك المانجا كده واقطعها وافصصها. بسم الله الرحمن الرحيم، اوعى تعوري ايدك، انا غاوي مانجا، خلي بالك. بعمل ايه يا شيف؟ اقطعها كده وهي في الكفر بتاعها. أوه.
على فين؟ على فين؟ على هم؟ لا لا مش خالص. والله ما اعرف. مانجا حلو والله سؤال استاذ رحاب حلو قوي. سؤال مانجا نوعي انا مش منجاوي يعني، بس هي الفكره انا بختار المانجا اللي هي ما فيهاش قشر كتير، ما فيهاش خيوط، ما فيهاش شعر يعني. كده انا حطيت طبقه من الكريم شانتيه وحطيت عليها مانجا، والمانجا تتقطع ما تتعصرش. نزل معاك شويه عصير حلوين زي دول كده هننزل بيه. هي الفكره كلها والله العظيم انا بغير الفكر من ان احنا دايما عجينه الكريب بناكلها مع الله حلو قوي. كمان طبق ده لما تحطيه في التلاجة بقى هتدعي لي. نعمل ايه يا شيف؟ شويه كريم شانتيه صغيرين. تغليفه كده يعني، كانك بتحط توميه في سندوتش شاورما. بقرب لك المسافات. احنا مخلصين اهو زي الفل. اخد المانجا الثانيه اهو. انا دايما احب المانجا اللي لونها احمر، بضمن ان هي مستويه بالشكل ده كده. تاني نفس القصه. انا سافرت العالم كله بحكم شغلي يعني، قبل ما اطلع التلفزيون كنت الهديه اللي كان دايما حد يقول لي هاتها، يقول لي هات لي مانجا من مصر، مانجا فص، مانجا عويسي، دي اكتر حاجه يعني بصراحه. مانجا فيش مانجا بره في العالم كله غير المانجا المصريه. تقولي لي بقى الهند، الصين، لا ممكن في حاجات هم عندهم مثلا احنا بنشوفها مش موجوده عندنا، بس احنا من نعم ربنا علينا بجد والله العظيم بالارض الطيبه المانجا والبصل الاخضر والجرجير. شفت انا بكلمكم على حاجات انا دورت عليها بره الاقيها بنفس الطعم؟ مستحيل. في حد ياخد جرجير من مصر هنا؟ انا كنت اخد الجرجير من مصر. بصل الاخضر، بصل الاخضر هديه احلى من اي، احلى من الدولار عندهم. في روح ريحه مصر. تجيب كده بلانشه صغيره سريعا. اللهم صل على النبي، عشان عايز اعمل تركايه كده. حلو ده انا بتسلى فيه، ممكن يتقدم بكذا طريقه زي ما انت عايزه. مفيش مشكله. ونجيب سكينه. الله. ونمسك عجينه الكريب دي كده نعملها كده. عشان الاولاد يحبوها. الفهم كده رولز. شغل المطاعم بقى. نيجي عليهم كده. الله. عجينه الكريب تضربها في الخلاط، 2 بيضه، 1 كوب حليب، نص كوب، 1 كوب حليب و2 بيضه، 2 معلقة زيت، شويه فانيليا، بشره ليمون، تضربون في قلب الخلاط وتعمل عجينه الكريب. طريقه سهله خالص. حلو قوي، تسلم ايدك يا شيف. وناخد واحده من دي كده نحط دي تحطها في الثلاجه شويه. شفت انا عملت ايه؟ خدت الهلال. بعمل تورتايه. واخد حته صغيره كده، واخد تاني معلقه كريم شانتيه. طبقات بقى. الشكل ده كده. كانك بتعملي تورتايه، بدل ما تحط الاسبونش بتاع الكيكه حطيت عجينه الكريم. ده هيخش جوه الثلاجه تبريد شويه، وبعدين نقلبه في قلب طبق مدور ونخليه بقى في الراحه والجايه ناخد منه شريحه. طعم المانجا مخلوط بالكريم شانتيه، طعم الفانيليا خليط كده، طعم البان كيك مخلوط بالليمون، حاجات جميله وحلوه زي الفل. نكمل مانجا مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا مانجا. ايه الاخبار؟ ما اقولكش. شيل دي من هنا كده وناخد الباقي كده اهو. ممكن نعمل حاجه حلوه بقى مختلفه شويه. ايه هي؟ عينيا. حاضر. عينيا. ناخد دي كده شفت الشرايح دي كده اللي ما بيحبهاش مكعبات بيحبها شرايح، حطها في قلبها كده انت ونصيبك بقى بالشكل ده كده. ايه رايكم بقى تسيبوني اكمل الفطيره الحلوه؟ تسيبوني اكمل طبقات الكريب بالمانجا؟ اعيش معاها كده ان المانجا بتزغلل في عينيا بصراحه، وفراخ مقرمشه شفنا عملناها مع بعض ازاي، الفكره البسيطه السهله درسناها وشفنا التركايه بتاعت المغازي، الماء المثلج المخلوط بالتوابل، 2 معلقة دقيق، 2 معلقة نشا، هي دي الحكايه. المكرونه اللي انا عملتها بالبقدونس والزيتون،
وخلونا أعيش مع المانجا المصرية الحلوة اللي بتتكلم مصري وحلو من اختراعي وحقوق الطبع لدينا وبس. يعني رؤية، يعني فن، يعني إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.